جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان لدى المرأة بعض الحلي وعليها بعض الصور، كيف تتصرف حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها إزالة الصور، ولا يجوز لبس الحلي الذي على شكل صورة أو فيه صورة، كما لا يجوز لبس الثياب التي فيها صور. والواجب عليها أن تذهب إلى أحد الصاغة ويطمس هذه الصورة ويزيلها.